طيب شو هو المعنى؟ هذا اللي بنسميه مثلث المعنى. على فكرة في حدا بيقدر يجاوبني شو معنى كلمة المعنى؟ يعني ها؟ يعني ايش الدلالة؟ شو الدلالة يعني؟ ايش؟ كيف يعني؟ يعني شو معنى كلمة كرسي؟ هي دلالة كرسي، شو معنى كلمة كرسي؟ هي دلالة لوصف أوبجيكت معين. أها هي وصف لأوبجيكت معين. نعم ممكن يتصور بظروف معينة. هاي بدنا نشرحها هون. منيح؟ في عنا الكلمة واضحة، في عنا الكلمة الكلمة، في عنا المفهوم تبعها أو المعنى تبعها الكونسيبت اللي في راسنا، وفي عنا إيش؟ الإشي نفسه. لما بقول كرسي في صوت كرسي أو كلمة كرسي، هلا هي بنسميها سيمبل، وفي إشي في راسكم صح ولا لا؟ وفي شيء في اوبجكتس معينه هي كرسي. خليني دائما بضرب مثال، في اثنين من المريخ دخلوا على الجامعه، ها؟ اثنين جايين من المريخ دخلوا على الجامعه، وهم داخلين طلعوا دخلوا على الصف، شو شافوا؟ شافوا اول شيء شافوكم، شافوا اللي احنا هسه بنسميها كراسي، شافوا الكمبيوتر، التلفزيون، الكاميرا الى اخره. واحد منهم راح طلع بالغرفه الثانيه. وبرضه هيك ناس قاعدين على مكاتب او الى اخره. هلا هذا اللي طلع علينا احنا بده يقول له، بده يقول له صح وتعال بدنا نسرق، بدنا ناخذ الموضوع من المريخ، المريخ يعني ما بيعرفوش غدنا. اوكي. فكان له روح او كان له روح طول من هاي الغرفه، روح طول الاشياء طبعا هو بتحكي عنها انتوا الكاتب، الاشياء اللي هو ما في عنده ولا كلمه تدلل عليه، يعني اول مره بشوفه. فشو بصير يقول هاي الاشياء؟ هلا هو بجوز يكون، بجوز هو معرفته على المريخ يكون في شيء بجوز شبيه فيهم، فكله هاي شو نسميها مثلا؟ هاي المخلوقات، هاي كلمة مخلوق مثلا، لا هاي الإكساب نسميها الإكساب، بس هاي الإكساب مش إكسابنا، إلها 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 بصير كله هاي الأشياء اللي إلها وا 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 وا، أوكي؟ بعد شوي بجوز يضيف كلمة ويقول، يعني يضيف كلمة على معجم ويقول هذولا الواوات أو الفنكوش، يعطيكم كلمة. أو شو إذا شو علاقة الكلمة مع المفهوم اللي براسنا مع الأشياء اللي هم مين؟ هلا أنا أول things أنو أول هاي أول شيء هاي؟ لا الأشياء، هاي الأشياء، هاي الأشياء أنتم صح؟ بعدين كون شيء براسه، بعدين عمل سيمبل، وين؟ قد يكون مضبوط هيك بس هسه نشوف. لاحظوا أولادكم، لاحظوا أولادكم وهم بيتعلموا، أو أنتم تذكروا حالكم وهم بيتعلموا بتقول له إشي زاكي، أجيب لك إشي زاكي؟ على فكرة هو عرف يعني شو إشي زاكي، خلص. بعدين هلا قل له أعطيه إشي جيب له إياه، قد يكون بيشبه الإشي الزاكي. صح؟ هلا هو سماه إشي زاكي، أو أنت سميت له إياه إشي زاكي. هو ما وصله إيش؟ المفهوم، على فكرة سمع السيمبل. في عملية ما بين على أرض الواقع، صح؟ أنا ابني حطيت له شيء زي الدبس هذا واحد جاب لنا مع الطحينه، وكنت له شو قدرت اي سوري بس كنت له خذ شيء ذاك، وبقول لي هاي الشوكولاته مش زاكي. طبعا هاي الشوكولاته مش زاكي بناء على اللون،
اللون، الطعم، طريقة التقديم، الصفات كلها. فشو هو المعنى؟ فالمعنى موجود براسنا، مش موجود على أرض الواقع. المعنى موجود لما احنا وجدنا، ما كان موجود قبل. المكان شو موجود؟ الأشياء. بس احنا عشان نشير انفوك، هاي انفوك وهاي ريفير وهاي ستانس فوق، عشان احنا نأشر. على فكرة هذا خط مش موجود بالواقع. كلمة كرسي وهذيك الكرسي اللي قدامي فيش بينهم خط مباشر. الخط وين موجود؟ هيك مزبوط؟ فعشان أشير بقول تيبل مثلا، تيبل. أو شو بيطلع براسي؟ شغلات. هاي الشغلات انفوكس، سوري، هاي الكلمة انفوكس الكونسيبت اللي في راسي عن تيبل. بعدين أنا بدنا نشوف شو علاقة، فهمتوا العلاقة هنا؟ إنه هون في مجموعة صفات في راسي، وإنه هاي عبارة عن ليبل لهذول الصفات باختصار، صح؟ طيب شو علاقة هاي فيها؟ المفهوم اللي في راسي، المفهوم اللي في راسي ابني عن شو هي الشوكولاتة؟ بعد ما ذاكها، لأنه كان معتقد إنها شوكولاتة، رتبطت. كان لا فيش علاقة بين كلمة، بين المفهوم اللي في راسي، مش عن الكلمة باكي، المفهوم اللي في راسي عن الشيء اللي ضبطه. ضمنت ريفيرتو. ليه؟ لأنها ما صدقتش، يعني الصفات اللي سوري صفات هذا الإشي معين ما تطابقتش مع الصفات اللي في راسي. منين؟ بالتالي لو أنا بقول كلمة تيبل، شو بيجي براسي؟ set of data arranged in rows and columns. ها؟ بالواقع في عندي هذا اللي بنسميه جدول. مظبوط؟ طيب لو عندي تيبل برضه ممكن يكون لها اكثر من كنا اكثر من معنى. قد يكون مفهوم اخر في راسي. ابيس اوف فيرنجر هذه اسمه يعني اللي بنسميها طاوله بالعربي. فتيجي هون. ليه؟ ادخل كبر اسود وقد يكون اكثر من هيك طبعا. هلا هذا هم ثلاث المعنى. اذا شو هو ها؟ شو هو ها؟ هذا طلعوا انحطوا بصفه الغيب. ليش؟ وين موجود ها؟ في دماغنا، مش موجود على ارض الواقع. هي كلمات جمل، ليتها بنسميها جلوس، عشان توصف اللي في راسك. منيح؟ ففي عندي انا هاي، هذا اللي بنسميه الكونسبت. الكونسبت او المفهوم او المعنى، على فكره هذا هو المعنى. هو شو عباره عن ايش؟ set of rules we have in mind to distinguish similar things in reality. set of rules we have in mind to distinguish similar things in reality. على فكره هاي مجموعه الصفات، تخيلوا هلا انها مجموعة الصفات زي الغربات، شكل غربات. الغربات هذا غربات عارفينهم، حط عليه كل الاشياء الموجودة بالدنيا، شو بينزل منه؟ اللي بيطابق هاي الصفة، صح؟ بينزل منه ايش؟ يعني انا قلت في اشياء بنقعد عليها منزيحة وبجوز يبقى لونها، اللون مش مهم، بس قد يكون لها اجر او اثنتين او ثلاث او اربعة، وبنقعد عليها لما نروح ناخذ محاضرات او شو اجى براسكم؟ هلا شو مشكلة؟ كل ليش هاي الصفات اللي انا قلتها هي غربة، حط عليها كل شيء، حط عليها هاي شو بينزلوا؟ ليه؟ ما طابقوش، ما صدقوش هاي الصفات. فاللي بينزل من هيك هي راسها، فاللي بينزل منها اللي طابق هذا. هلا اللي بينزل من هذول بنسميهم instances للكونسبت. بالجرح بنسميه object والكلاس. ماشي؟ شو هذا بنسميها الان instance of a concept. فاللي بينزل instance of a concept. شو معنى instance بالعربي؟
شو معنى الشيء ده؟ مثال؟ لا. مش مفهوم؟ لا، الانستنس. طبعا الانستنس مش مفهوم، المفهوم في راسك، الانستنس موجود. بنسميه بالعربي المناطق العربية في الادب الفلسفي، الادب الفلسفي بنسميه الما صدق. الما صدق كلمة واحدة، الما صدق. شو يعني؟ اللي طابق يعني ما طابق، يعني الذي صدق الاشياء التي صدقت هذه الصفة. واضحة؟ هلا شو يعني معنى؟ يعني كونسبت، إيه سوري، ميلينج وكونسبت وسيمانتكس لهم نفس الشيء أو ما. ففهمتوا شو يعني هلا شو معنات المعنى؟ المعنى هي مجموعة الصفات، هلا اللي مجموعة الصفات اللي درستها. طيب، وقلنا إنه قد يكون بنستعمل التيرمز فور افكت تو كونسبت. هلا وين؟ الكونسبت هلا لو فتحت لو كل اوكي هات اقول كلمه منسف عارفين هو شو معناها انفوك انا عملت تريجر في راسك لمجموعه من الصفات ها تخيل الكلمه شي هاي الصفه طيب هلا بدنا نفتح راس ديما وبدنا نفتح راس فايز ديما من وين القدس فايز من جنين نركب الضب نفس الصفات كديش مشترك بينهم كديش شو يعني لما هم بيشتركوا 99% من الصفات يعني انه تقريبا لو جبنا عندهم نفس المفهوم لا انه لما ديما تعزم فايز وبتقدم منسف بكل شهر مش منسف بس 99% بكل شهر بس قد يكون هي بيوم من الايام تغير شغله في الطبخه بالنسبه لها ايش؟ منسف بس بالنسبه له نوع no, هاي مش منسف يعني فهمتوا علي شو؟ طيب لو احنا قارنا حالنا في واحد من مصر او بدناش مصر من الاردن من الاردن عزمنا كنا نرجع كل منسف قديش نسبة الصفات المشتركة؟ وين مش 99 95 طيب واحد من سوريا اقل شوي اقل ليه بتقولي هيك؟ الثقافة بتختلف إذا عمليا على فكرة ومرات إنك تختلف مع أخوك أو أختك في البيت إنه هاي كذا لا هاي مش كذا صح؟ مزبوط؟ بالمناسبة إذا أنت إذا أنت بتعرف أكثر منه هو بيسكك وبيعدي من الصفات اللي براسه يعني أنت ما بتولد هاي الصفات معك بتتعلمها كيف بتعلمها؟ جرب هنا أم في التربية جرب علم ابنك شغلة مش تراديشنال علم انك شغله جديده اشرح له شو الفنكوش اليوم هلا فهو بحطها براسه بيجي يوم من الايام يغلط بتقول له لا هان ما اسمهاش هيك هي اسمها هيك فهو بعدل صفات اللي في راسه عشان يعني هذا بنسميها النيجوشيشن المفاوضات مع المجتمع بصير في انتر اكشن مع المجتمع عم تعلم زي لما ترجع لفيلم من حدا مثلا سوري ولا مصري ولا اللي هو نسمع كلمه جديده على راسنا بنقول هاي الكلمه يعني نعدل سعيتها بالصفات الشيء اللي يعني مش مهم قد يكون مفهوم عندنا في مصر بس عم كلمه ثانيه انا بحكيش عن هاي الحاله انا بحكي عن نفس المفهوم تقريبا هم يعتبروا شيء احنا بنعتبره شيء فمرات بنعدل على صفاتها طيب فالكونسبت اذا بدنا نكون فيرستري الكونسبت اللي هو في راسي انا لحالي بس احنا ما نحكيش عن هذول احنا بنحكي عن لما اقول كلمه تيبل شو معناها طاوله يعني بنحكي عن اللي هو الموست كومون رولز بس
يعني رسالة هاي الإصلاح شو بقول؟ إنه concept might not be agreed among all people. يعني not exactly the same set of rules أو probabilities are agreed by all people. مظبوط؟ ولكن نستعمل the most common probabilities. The most common. ها؟ على فكرة الكوميونيتي اوف براكتس إلها الكونسبت تبعها. شو يعني الكوميونيتي اوف براكتس؟ يعني لما نروح احنا على الصناعيين زي الميكانيكيين اللي بالخلية الوجينية في مرات كونسبت مش بحكي على الكلمات مشترك بينهم اكثر من مثلا الخليل مع جاره اللي عايش معه اللي هو تخصصه شغل وشيء ثاني. انتوا الطلاب او دخلتوا الجامعة ذكروا كانت معاكم هيك اكم من يوم اكم من شهر بعدين صار في بينكم مفاهيم مشتركه ها تعلمتوها لما دخلت الجامعه بس ففي كوميونيتي اوف براكتس. هلا كل ما زادت الكوميونيتي كل ما كبر المجتمع. اذا كان عدد الناس كبير وما كانوش يحكوا مع بعض كثير يكون ايش؟ less concepts شابت من ذلك. كل ما زادت الانتراكشنز بزيد الكونسبت بزيد الشاب كونسبت لانه بصير ايش؟ تفاوض على المعاني. ها؟ يعني ليش انتم بتعرفوا مفاهيم مصرية؟ ما بحكيش على كلمات مصرية، مفاهيم مصرية. ليش؟ لانه بحضر مسلسل. لانه ولا مصري. اذا على فكره اللي اذا بتقراوا لنا حدا اخبار وتتجوزوا منه وتحضروا مسلسلات وافلام و و و و و تعلموا ايش الكونسبت تبعته برضه. طيب سؤال بس بالطول يعني في يعني بدي اسال سؤال في بدايه المعاني هذا التناص مع القران اللي هو تقول وعلم ادم الاسماء كلهم عرضوا على الملائكه. اوكي يعني بدي ارجع سؤالك. ايه بدي ارجع سؤالك. سؤالك جدلي مش يعني ضدك انت نوع. بس يعني هل انه المفاهيم علمنا اياها يعني القران؟ لا بل هو انا لا اتفق معك. وقصد الربط انت حكي رب العالمين علم ادم الاسماء يعني علم ادم الاسماء يعني علمهم الكلمات. أنا لا أتفق. أنا لا أتفق. لأني أقول لك ليش؟ لأنه أجيب لك آية بالقرآن. ولا هذا مش موضوعنا. بس أنا بجيب لك آية بالقرآن. بقول لك إنه هاي المفاهيم متغيرة. سوري كلمة. هاي المفاهيم تتغير. يعني شو معناه منسف اليوم؟ وشو معناه منسف قبل 100 سنة؟ مش نفس الصفة. شو منسف اليوم؟ شو هو المنسف؟ طبيخ لبن ماركة لبن عليه رز وفيه ومرات بنحط خبز ومرات بنحطش. شو كان زمان؟ مش لا عارف شو الزبر. انا بقول لك شو اللي كان. كان مش رز، كان قمح وكان غالبيته خبز ومنبوع بالسمن واللبن تبعه بس جميل. معلش لا مش الترتيب، مش الترتيبات، هي الصفات. خذ مثال وشروه بثمن بخس دراهم معدوده. شو معناه وشروه؟ باعوه. القران قصده باعوه. المفاهيم والكلمات حبيبي تضرب. هلا وهو على كل حال سؤال، هل الكلمة هو هذا هو الستايل اللي بعده كان برضه بتجاوب على جزء من السؤال. شو بيساوي هذا؟ شو كيف شو اسم القاعدة تبعته؟ مقرفس. مقرفس. يعني ليش العرب عملوا اسم لهان الشكل الوضع وهذا الوضع وما عندوش هذا؟ ليه؟ سؤال ليه؟ ممكن درجة أكثر؟ درجة أكثر يعني سجود درجة يعني شو يعني؟ الأخيرة ما أو الوضعية شو
شو يعني؟ بيتم استخدامها لأنها بيتم استعمالها ماشي؟ لأن we give names to concepts we use more. ليش؟ الثلج كم له اسم باللغة العربية؟ حد علمي اسم واحد. بالقطب الشمالي 55 بقول لا أفكر قد ايه ولا 70 ليه؟ حسب شكله لأنه بيلزموا بيميزوا بين ثلج والثلج. السبني عندنا سبن بلدي وسبن نباتي. ليش بيلزمنا نميز؟ لأنه بيلزمنا نميز لو في أكلات بتزبطها وفي أكلات بتزبطها. هلا مش دايما فإحنا بنسمي جمال بنسمي الأشياء اللي بتلزمنا. يعني الكونسبتس عدد الكونسبتس في الدنيا لا نهائي. يعني مش عارف كيف انا اورجيكم قدام الكاميرا. يعني ان قلت هيك كونسبت هذا الكونسبت له اسم، وان قلت هيك له، وان قلت هيك له، وان قلت هيك له، وان قلت هيك له. طب ان قلت هيك، ان قلت هيك هلا صار جديد واحد رابع. يعني هذول لا نهائي. طب ان قلت هيك، ان قلت هيك، ان قلت هيك. عدد الكونسبتس لا نهائي، عدد الكلمات نهائي. في احنا بنسمي بعض المعاني والبعض ما نسميهوش. بنسمي لما بنسمي او مرات. المجتمعات بس عندها شغف في توليد تسليه للاوضاع. مرات يعني ليش العرب سمى الاسد بعرفش قديش اسم؟ شكله كان في شغف عند العرب بهذيك الايام عند الشعراء انه ايش؟ يسمي يبدع يعني يجيب كلمات جديده على فكره او كلمات موجوده بس يغير معناها على اوضاع معينه. احنا بنسمي نقول سباكيتي، في عندنا غيرها؟ طبخه سباكيتي وعندنا معكرونه صح؟ هنطلع على ايطاليا كم نوع سباكيتي؟ سمعت 250 ولا طبخه للسباكيتي. كل ما بغير البهارات بيعمل اسم جديد، احنا لا. واضح؟ فهذا يعني هذا له علاقه بشغلتين، انا مش بقول شغله واحد. له علاقه ب انه حاجتنا بدنا نطلع كلمات جديده. وفي ومرات احنا بنكون كسولين. مرات المجتمع حتى لو عدده ملايين ومئات الملايين بكون كسول انه يبتدع كلمات جديده. بكون كسول. ومرات قريته بتكون عاليه وبتبتدع. فهمتوا علي؟ على فكره هذا الموضوع بنصحكم بشدة تقرأوا رواية اسمها حي يوم يبقى. حي يوم يبقى. حي ابن لا حي يوم يبقى. هاي انا طبعا المؤلف اللي هو ابن طفيل. وفي ناس بيقولوا بكت لا ابن سينا وابن طفيل ما بعرفش، بس هي قصه بتخيلها المؤلف. هي قصه، هي روايه ممتعه جدا وفلسفيه. يعني عاده ما فيش روايات فلسفيه، بس هي روايه فلسفيه بتسرد كيف قصه واحد ده بعدين راح جزيره وكيف بلش يتعامل مع الغزالة والغزالة صارت زي أمه وكيف بلش يحكي وبعدين أجوا ناس على الجزيرة وكيف تواصل معهم وكيف تعلم المفاهيم وكيف تعلم الكلمات. فقصة كثير حلوة ماشي؟ طيب المحاضرة الجاية نشرح بوليس المين والسنون. يعطيكم العافية.